من الموصل عبر الهاتف ينضم لنا المقدم عبد الأمير المحمداوي، مدير إعلام فرقة رد السريع التابعة لوزارة الداخلية. سيادة المقدم، مساء الخير، أهلا بك معنا. بحسب الأخبار التي ذكرناها قبل قليل، الاستعدادات على أتمها لبدء معركة تل العفر، لكن متى من المتوقع انطلاق العمليات بالتحديد؟ مساء الخيرات وعلى مشاهديكم الكرام. نعم نعم، باشر قطاعات فرقة الرد السريع بتقدم نحو أهداف المرسومة بانتظار أوامر قيادة العمليات للبدء بساعة الصفر لانطلاق العمليات. أكملت استعدادات مع باقي القطاعات وسلمت المحاور الجديدة، لكن ساعة الصفر لانطلاق العمليات لم تبدأ لغاية الآن. نعم، لم يتم إطلاق ساعة الصفر إلى الآن، لكن الاستعدادات هي على أتمها في انتظار انطلاق ساعة الصفر. طيب سيادة المقدم، تحضيرات لوجستية وتحضيرات العسكرية للمعركة، ماذا تتطلب هذه المعركة بالنظر إلى معركة الموصل؟ في ماذا تختلف عنها؟ هذه المنطقة تضاريسها تختلف عن تضاريس المدينة الموصل. أولا يعني هي منطقة تقريبا يعني ريفية، قرى عبارة عن قرى ليست مثل الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، تكون منطقة مفتوحة كذلك بها وعورة. اثنين، أكثر الأجانب يعني هم انتقلوا من الساحل الأيمن والأيسر وتمركزوا بهذه المنطقة واعتبروا يعني وأسسوا بها مقر عمليات مهمة لهم. نعم، لكنهم حاليا محاصرين داخل هذه المدينة. طيب سيادة المقدم، ماذا بالنسبة للمدنيين بما أنه بدء معركة التحرير باتت قريبة جدا، هل من خطة وضعت لتأمين نزوح المدنيين؟ هل تمت أي عمليات نزوح إلى الآن؟ وما الخطة التي وضعتموها لحماية المدنيين ومساعدتهم على الخروج والهروب من يد داعش؟ نعم، تم وضع خطة إنقاذ المدنيين بتأمين عدة طرق آمنة لخروجهم بسلاسة وبأمان، وفعلا اليوم يعني نشاهد بعض العوائل تم نقلهم من هذه القرى المحيطة اللي بمدينة العفر إلى مكانات آمنة. نعم، شكرا لك إذا على هذه المداخلة. المقدم عبد الأمير المحمداوي، مدير إعلام فرقة رد السريع التابعة لوزارة الداخلية، كنت معنا عبر الهاتف من الموصل، شكرا جزيلا لك.